تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس والجمعية التونسية للمربين، انتظم اليوم الدراسي التربوي تحت عنوان مداخل الإصلاح التربوي وأهم ما جاء في هذه الندوة. أي نوع من الأزمة تعيشها قضية مداخل الإصلاح، أنا رأيت أنها أزمة منوال. يعني حينما نحدد مدخل الإصلاح نكون قد حددنا كل الضمنيات المتوقعة. لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن عملية الإصلاح هنا يعني تهم المجتمع المدني ككل، فهي ليست مهمة وزارة. العيوب كثيرة ما نجموش نحددوها بالضبط، معناها اون ديتاي، مي العيوب ثم الزمن المدرسي، ثم الحياة المدرسية، ثم على مستوى البرامج والكتب عندها فيها احترازات كبيرة، ثم الهيكلة، ثم الانفراستركتور نتاع المؤسسات التربوية تشكو معناها نقص وفادح كبير، يعني ثم التكوين البيداغوجي حتى للمربي في حد ذاته. وسقطنا في بناء عقلية أن المدرسة تؤسس للشغل، حتى أصبحنا نرفع شعار تقرأ وما تقراش المستقبل ما ثماش. الإصلاح التربوي الجديد يفترض في اعتقادي أن ينبني على جملة القيم المشتركة، أن ينأى أكثر ما يمكن عن التجاذبات السياسية، وأن ينظر بالتوازي في كل المقتضيات. مقومات الإصلاح التربوي الجديد يلزم عقد الندوات داخل المؤسسة التربوية وخارجها، يلزم تتضافر الجهود مكونات المؤسسة المشهد التربوي ككل من مربين، من أولياء، من إداريين، من قيمين، من متفقدين. لابد أن يخرج تلميذنا في مرحلة أولى من التعليم الأساسي وهو له كفاية القراءة والكتابة، ثم عنده كفاية الحساب، ثم عنده كفاية الحقوق والواجبات. لما نؤسس في تلميذنا هذه الكفايات نطمئن عليه في المستقبل. الشأن التربوي راهو شأن مجتمعي، لكن المشكلة أنه فما سباق نحو تسييس التعليم، هذه مشكلتنا بالفعل. نقول لابد من التدخل السريع باش نداويو هالجسد المريض، تمويل المدارس الابتدائية، تفعيل التعليم التقني في الورشات اللي هي موجودة، تعديل الضوارب، هذه تعديل الضوارب لازمها تتوضح شوية، معناها التلميذ يتحول من الأولى للثانية بالمواد المستحثة، والمواد المستحثة هذه تغالط الولي والمعلم والتلميذ، وبعد إذا تحول ما عادش يجم يرجع، هو ما يعرفش لا يقرأ لا يفهم. فما قلنا مراكز التكوين المهني لازم تتوجد، هذا كله سريع راهو نحكي، رجع مناظرة السيزيام، ال 25 تاع البكالوريا تتنحى. المنظومة التربوية بين مبادرة رجال التعليم ومساهمة المجتمع المدني، هل سنشهد إصلاحا في البرامج التعليمية مستقبلا؟ يرتقي لما هو أفضل.